مين بيحب الرح ويعرف يرح؟ بصوا شايفين العجينة عاملة ازاي في ايدي؟ بصوا نعمل كده، نخليها عاملة ايه؟ نخليها من النص طرية، رقيقة، لكن من الاحراف ايه؟ تخينة. تعالوا بقى اهي نحطها هنا، دي هعملها لكم التحفة، اعملها لكم ايه؟ بس بعد ما اشوف اللي في الفرن، علشان خلاص انا مش هتكلم. بصوا عاملة ازاي، شايفين جمالها؟ بصوا قد ايه تحفة، تجنن، خطيرة، مش عايزة حاجة تاني. اهي استوت جدا، ما لزقتش ليه؟ علشان دي يا جماعة، اهي حطها هنا، علشان دي انا فرشلها تحت وانا بفردها، ايه بفردها، كنت حطلها ورق زبدة، وكنت وانا بفردها حطلها الايه الدي سيمولينا. بصوا بقى البيتزا برضو الصغننة، بصوا جمالها اهي، مفيش حاجة عندي ما استوتش، اهي تحفة. حطها، وادي الصيامي او النباتي اهي. بصوا الهواء، بصوا العجينة عاملة ازاي، اطلع كله. المفروض طبعا استنى عليها تبرد شوية، استنى عليها تبرد شوية وتعالوا اقول لكم هعمل ايه. بدي انا فردتها بالشكل ده، هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هجيب الزعتر، لان انا هعمل مناقيش لبنانية، فهجيب الزعتر بتاعي اللي معروف اللي هو بالسمسم، وهحطه خلاص، وهحط عليه زيت زيتون كتير، وهقلب. يبقى انا حطيت زعتر سوري وحطيت عليه زيت زيتون. عايزه اقول لكم حلاوتها بقى، جنبها قرن فلفل حامي، طماطم متقطعه، نعناع فريش، يا نهار ابيض على الحلاوه. اهي بقت عندي كده عجينه، اروح فرداها فين؟ على العجينه بتاعتي اهي. اهي بصوا الهوا، عجينه يعني بتتكلم اهي. برضو ما بجيش على ايه الاحراف، بعجنها الاول بزيت زيتون اهو. هسكت؟ لا، اديها رشه زيت زيتون زي ما عملنا فين؟ في البيتزا، وادخل كله كده، اقدر اعمل ايه؟ اصناف كتير. طيب يا نهار ابيض على الحلاوه، تعالوا اقول لكم انا سبقتكم في الفصل وعملت ايه، تعالوا شوفوا، هتعرفوا تجيبوا اللي تحت دي؟ ماشي، جاهزين؟ ايه رايكم؟ شايفين الهوا؟ دي بقى البيضة التركي، حاجه كده بين الخيال، جبنه سايحه وعليها بيض بالعجينه الخطيره اللي احنا عاملينها. هدخلها تكمل سوا، وتعالوا اقول لكم دي انا عملتها ازاي. اهي وعينيكوا برضو معايا على البيتزا. طيب عملتها ازاي دي بقى؟ يا دي سهله جدا جدا جدا، انا بس عايزه اطلع ده كمان عشان يبقى خلاص، واخد الصينيه بتاعتي اهي. الله، انا عايزه قبل ما ابدا يا جماعه هنا، انا عايزه بعد اذنكم اوريكم البيتزا دي، انا عايزه اوريكم شكلها من جوه. بصوا اصلا مجرد ما حطيت ايدي، بصوا التفريغه، بصوا الهواء، شايفين الفراغات؟ انجح عجينه، شايفين الفراغات عامله ازاي؟ بصوا الاحراف اتعملت ازاي ولونت ازاي، مش ممكن. اهي تاني، بصوا استوت في ثانية ازاي، شايفين الهوا بتاعها؟ ايه ده، ايه ده، انا مبسوطة قوي، لان بجد
مش عايزه اقول لكم انا كنت قد ايه غير ناجحه، بلاش اقول كلمه ثانيه، غير ناجحه في المعجنات، كنت مش عايزه احكي لكم يعني، ومهما كانت العجينه بسيطه ما تظبطش معايا. الحمد لله الحمد لله، اكيد ربنا خلاني ان انا اعرف اشتغل عليها وبيها علشان ايه اديها حاضر كمان واسلمها لكم بمنتهى الامانه عشان انتوا كمان تستمتعوا بالمعجنات. تعالوا بقى اقول لكم البيضه الخطيره دي انا عملتها ازاي. تعالوا اهي، جبت العجينه بتاعتي وفردتها اهي ماشي، وبرده شويه دقيق اروح رايحه على النشابه بتاعتي. هعملها ايه بقى؟ هعملها طوليه. النشابه بتاعتي ايه؟ عايزه شويه دقيق، والعجينه بتاعتي عايزه شويه دقيق اهي. هعملها طوليه البيضه التركي مقاديرها مرنه، يعني اللي انت عايزاه. انا هعمل ايه مثلا؟ انا هجيب البوله بتاعتي اهي، وهحط فيها ايه؟ هحط فيها سبانخ ماشي، هحط فيها جبنه موتزاريلا مرنه جدا، الحشوات اللي انتوا عايزينها، وهحط فيها ايه كمان؟ جبنه فتة اهي ماشي، جبنه فتة كمان خلاص. وهعمل ايه؟ هروح عامله ده كله مع بعضه وهرساه كويس قوي اهي. عملت ايه؟ سبانخ، جبنه فتة، وكمان جبنه موتزاريلا وتوصوا علشان تطلع معاكم سايحه. معجنات سبانخ يعني مش عايزه اقول لكم هتعجبكم ازاي اهي. طيب اجي بقى هنا فين؟ في الجوانب بتاعتي. هعمل ايه هنا؟ شايفينها الجوانب بتاعتي دي؟ هرصصها جبنه موتزاريلا. مال احنا لازم نستغل كل حاجه، مش قلت لك هعملها؟ اهي شايفين اترصصت ايه؟ جبنه موتزاريلا. وبعدين اجي بقى على الجوانب دي اروح ايه؟ قافليها كده، اروح قافليها على الجوانب دي، ما احطش في الدوران ده ليه؟ هقول لكم. طبعا دي كمان ينفع جدا تتعمل وتتفرزن، اي حاجه تنفع تتعمل وتتفرزن وتطلع على طول تتحط في مايكروويف او في الفرن بس ايه اهي. واجي بقى عند الاحراف دي واعمل كده، شايفين اجي عند الاحراف الحروف دي واعمل ايه كده. بصوا بقت عامله ازاي، اتاكد ان انا بقفل اوكي. اجي بقى الحشوه بتاعتي اللي انا عملتها وانزلها، اللي هي جبنه موتزاريلا، واللي هي ايه الجبنه الفته، احط ده مع ده وانزل هنا في النص واحط اهو واحط تمام اهي. طيب اللون ده بقى هنا شايفينه؟ بصوا بصوا كمان، بصوا تعالوا شوفوا، ما بياخدش وقت خالص. حاضر اهي، تعالوا شوفوها، بصوا بصوا اللون بتاعها خطير ازاي، وهتطلع مفرغه برضو. شايفين شايفين يا جماعه؟ الله 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 الله، تحفه، ثلاثه تحفه. سامعاكوا سامعاكوا على فكره. بصوا بقى دي خلاص هي خلصت، انا هطلعها اهي. الله 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 الله، بصوا جمالها يا جماعه، بصوا جمالها، شايفين
اخدت معايا وقت خالص، انا دخلتها في الفاصل. استوت طبعا، استوت ليه؟ انا مرققه وحاشه الجوانب، واديكوا شفتوا البيتزا دخلت طلعت هوا. طيب انا بقى هنا انا هرش ايه؟ سمسم وحبه بركه او كلاهما او ايه حاجه منهما. حلو حاجه منهما دي. هنا ده ايه؟ ما بحبش احط بيض، خلاص ما بحبش احط بيض وادهن بيض والكلام ده. بحط ده عسل على ميه اهو، شايفين اللون بتاعه؟ عسل على ميه، عسل اسود على ميه اهو، بيديني تلميعه، بيخلي العيش عندي او اي حاجه مدخلها الفرن بتتنفس وتحفه. اروح جايبه الاول هحطها على ايه؟ الحاجه اللي ادخلها الفرن اهو. ممكن هدخلها الفرن دي خلاص، واروح بقى ايه دهنه الاحراف بتاعتها، بتدي طراوه للعجين يا جماعه بشكل غير عادي، وبتخليه هش جدا زي ما انتم شايفين، وبتدي له لون تحفه غير البيض تماما، غير البيض. وبرده كالعاده هرش ايه؟ رشه حبه بركه ورشة ايه السمسم او اللي عندكم خدتوه. وبرضو هعمل ايه؟ هدخلها الفرن اهي. بس كده انا عملت ايه؟ ولسه عندي، ده انا لسه عندي اعمل حاجات كتير. بصوا بصوا عندي الخير ما شاء الله كتير ازاي، شايفين؟ بصوا عاملة ازاي، لسه عندي اهو اهي، لسه عندي تحفه اقدر اعمل منه تاني. خلاص احنا بقى عملنا ايه؟ تعالوا بس كده نحط ايه الحاجات الحلوه دي مع بعضها ونشيلها علشان نقدمها وتشوفوها وتستمتعوا بيها. عملنا ايه النهارده؟ عملنا معجنات بعجينه واحده ناجحه جدا 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 زي ما انتوا شفتوا. انا كمان عايزه اقطع لكم دي، هي لازم تبرد، بس انا ايه مش هسيبها تبرد. لازم تبرد علشان ايه؟ بس انا عايزة احطها برضو واستمتع بيها، عايزة اقطعها لكم. تعالي يا سعيد كده. طبعا هنا انا اقدر اخد ايه شوية زعتر واحطهم هنا على الوش بس عشان التقديم. بصوا عشان التقديم اهو، بس عشان ايه يبقى شكلها كمان حلو في التقديم. اما البيتزا الخطيره دي هي مش عايزه اي حاجه، ما ترجعوش تقولوا لي يا فيفيان هي البيتزا معاكي الا جبنه ازاي معاكي بتسيح. انا قلت كتير يا جماعه الجبنه بتاعتنا لازم تكون في درجه حراره المكان اللي احنا شغالين فيها، يعني في المطبخ معانا بقالها شويه كتير، لازم تكون فكه وسايبه، وكمان لازم نحطها في النص ويكون الفرن بتاعنا سخن جدا. خلاص اهي دي عوامل نجاح، وان الجبنه بتاعتنا تكون فيها مطه خطيره اهي. استنى بقى هقطعها لكم دلوقتي وهوريكم برضو الحركات والجوانب. شكرا يا سعيد، خلصت منها. يلا سكينتي فين اهي؟ هقطعها. بصوا بطمن على الحاجات اللي تعبانه فيها. بصوا بقى البيضه استوت ازاي معايا، ماشي؟ دي بقى بتتقطع كده اهي، شايفين ولا ايه؟ الله، بصوا بصوا بقى الجبنه اهي، وشايفين مورقه ازاي من جوه؟ ده مكتومه، شايفين الفراغات اللي فيها اهي اهي، يعني حاجه بجد هتعجبكم جدا، ودي تحفه. تعالوا اهي بصوا برضو اهي، فراغات حكايه اهو، انتوا شوفوها. طبعا حلاوتها
معاها ايه شويه قرون فلفل وهتتبسطوا بيها جدا جدا. ودي كانت حلقه معجنات اللي انا ببقى مبسوطه بيها جدا جدا ان انا بسلمها لكم وبديها لكم بمنتهى الامانه. يا رب تكون حلقه النهارده عجبتكم. بكره ان شاء الله تستنونا في حلقه جديده حلوه جدا هتعجبكم برده ان شاء الله من واحده لاتنين على قناتنا تين تي في. استنونا توحشونا. باي باي.